السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الباسنج باي فاليو والباسنج باي ريفرنس. يعني ايه باسنج اصلا؟ باسنج يعني انا ابعت ارجيومنتس لفانكشنز. يعني مثلا فانكشن الفاكتوريال لما عملناها المره اللي فاتت، ابعت مثلا لو انا عايز احسب فاكتوريال 5، الخمسه اللي بعدها دي اسمها ارجيومنت او مدخل. لو مثلا عايز اجمع رقمين فانكشن سم، هديها الرقمين مثلا اكس وواي، الاكس والواي دول بيسميهم ارجيومنتس. طيب تعالوا نشوف كود يعرفنا الفرق بين الباسنج باي ريفرنس والباسنج باي فاليو. لو انا عرفت مثلا اكس وقلت سي ان الاكس، تخيل ان انا هعمل فانكشن بتريتيرن انتجر اسميه مثلا واي، واقول ان الواي دي بتساوي انك مثلا اوف اكس. انك دي فانكشن انا هطلع اعملها فوق وهقول سي اوت الواي. كده فانكشن انك دي بتاخد انتجر وبتريتيرن انتجر، عشان الريزلت اللي هتعمل لها ريتيرن هتحط في الواي، والواي ده انتجر. فهطلع فوق هعرف هعمل ديكلاريشن والديفينيشن في مكان واحد فوق بس زي ما اتفقنا. فالريتيرن تايب انتجر واسميها ان زي تحت، وهتاخد انبوت انت مثلا سي، وهقول مثلا جواها ايه ان انا عاوز ازود السي واحد سي بلس بلس، وهريتيرن السي. دلوقتي ببساطة لو الانبوت مثلا كان 5، فانا هقول انج اوف 5، هبعت الخمسة دي للفانكشن اللي اسمها انج، هيطلع فوق السي هتبقى بخمسة، هيزود السي بقى بستة، هيرترن ستة. الستة دي بقت في الواي، هسي اوت الواي، فالمفروض الواي تبقى ستة. تمام. تعالى بقى نتخيل بدل ما هعمل كده انا، طيب تعالى بدل من فانكشن هترتيرن انتجر هخليها هترتيرن فويد سي مثلا، واقول السي بلس بلس. طبعا مفيش ترن عشان بترتيرن فويد، وبالتالي هنشيل السطر ده، هيبقى انك بتاع الاكس بس. لو الاكس كان بخمسة هيبعت الخمسة ويطلع فوق يزود، يخلي السي بخمسة وهيزود هتبقى ستة، ويسي اوت الواي المفروض، ويسي اوت بقى الاكس المفروض تبقى ستة. تعالوا الران نجرب الخمسة، طلع برضو خمسة. ايه اللي حصل؟ نقول ايه اللي حصل بس بعد ما نغير حاجة بسيطة عشان تتغير وتبقى ستة. تعالى بدل ما نخليها انت سي بس، هحط العلامة دي علامة الاند، وهران واحط الخمسة، طلع ستة. ايه اللي حصل وايه الفرق بين ان انا حاطط، ان انا مش حاطط علامة الاند، وان انا حاطط علامة الاند؟ ببساطة لما انا ببعت variable اسمه اكس مثلا كده ومفيش هنا علامة الاند، كده بعمل حاجة اسمها passing by value. يعني ايه passing by value؟ يعني اللي حصل ان هو خد الاكس دي وطلع فوق، حجز مكان في الميموري جديد سماه سي، المكان ده خلاه بيساوي قيمة الاكس اللي هي خمسة، وراح مزود المكان ده بقى ستة، بس الاكس ثابت زي ما هي، محدش عمل لها حاجة، محدش غيرها. وبالتالي لما اقول سي اوت الاكس هيطلع برضو خمسة، لان يعني محدش غيرها. اللي حصل ان انا حجزت مكان جديد غير الاكس اصلا ورحت مزوده. طيب امال لما احط علامة الاند؟ لا، الموضوع بيختلف. ازاي بيختلف؟ لما احط علامة الاند اسمها ان انا ببعت الاكس باي ريفرنس. يعني ايه باي ريفرنس؟ يعني لما ياخد الاكس مثلا بخمسة هيروح فوق، لقى ان السي ان هي مربوطه باي ريفرنس في علامه الاند اهو، فمش بيحجز مكان جديد، ده بيخلي نفس المكان اللي هو الاكس يتعامل معاه في الفانكشن. وبالتالي لما زود السي، السي كاسم زادت بقت ستة، بس نفس المكان، هو نفس المكان اللي محجوز في الميموري برضه هيزيد، لما كان الاكس خمسة فهتزيد هي كمان هتبقى ستة. وبالتالي لما اقول سي اوت الاكس على الوضع ده هيبقى ستة. ده ببساطة الفرق بين الباسنج باي فاليو والباسنج باي ريفرنس. هحط خمسة هيبقى ستة، هشيل علامة الريفرنس، بسميها علامة الريفرنس، هيبقى خمسة. طيب امتى بقى ابعت باي ريفرنس وامتى ابعت باي فاليو، وايه الفرق يعني، او ليه؟ ببساطة لو انت مثلا عندك الاكس دي كده، محتاج قيمة الاكس ما تتغيرش بعد ما اعمل كول للفانكشن، خلاص ابعتها باي فاليو عشان ما تتغيرش وتقدر تستخدمها في باقي الكود هنا.
لو انت مش فارق معاك قيمة الاكس ومش مشكلة تتغير او لا، ابعتها باي ريفرنس. ده هيفرق معاك في ايه؟ هيفرق معاك مثلا في ميموري. انت دلوقتي بدل ما هنبقى لو انا بعتها باي فاليو، بروح احجز مكان جديد في الميموري اسمه سي واتعامل معاه، انما لو ابعتها باي ريفرنس بيتعامل مع نفس المكان. هتقول لي طب ما هو ده فاريبل واحد يعني في الميموري مش هيفرق. تمام، بس لو بعتين كذا فاريبل، لو احنا عاملين مثلا ريكيرجن، بالمناسبه الريكيرجن يعني انا بقول نفسي كذا مره، فاللي هيحصل ان انا كل شويه عمال اعمل فاريبل جديد، كل شويه عمال اعمل فاريبل جديد. او بلاش ريكيرجن، لو الفانكشن دي كده معموله مثلا جوه لوب، فكل مره هيحجز اكس جديده او فاريبل جديد لو هي مبعوته باي فاليو، وبالتالي هيبقى ميموري كتير. فانت شوف لو محتاج الاكس قيمتها ما تتغيرش مثلا، او الفاريبلز اللي معاك قيمتها ما تتغيرش، استخدمها باي فاليو. لو مش فارق معاك تغيرها ولا لا، استخدمها باي ريفرنس. طيب تعال نقول مثال تاني. لو انا عاوز اعمل مثلا اري مثلا في 10 ارقام وفي ان سي ان ان، واعمل فور لوب او خليها دايما 10 ارقام، وهعمل فور من زيرو لحد 10، و سي ان اريو في اي. انا عايز اعمل فانكشن هديها الاري ده وهترجع المجموع بتاعه. فممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول مثلا الاس ده السم، يعني هقول ان الاس بيساوي، اسمي الفانكشن مثلا سولف، وهنفرض ان انا اديها الاري ده وخلاص. هي هتعمل ايه فوق؟ هتعمل سميشن للمجموع بتاع الارقام اللي في الاري، وهترتن انتجر اللي هو السم بتاع الارقام، المفروض انها سي اوت الاس. دي طريقه. تعال نكتب الفانكشن، هترتن انت الريتيرن تايب انت بتاعي، واسميها سولف زي تحت، وهديها الاري، ببعت الاري از ابارامتر بالطريقه دي كده. ممكن ابعت لها السايز او لا، السايز بتاع الاري يعني. وهعمل فور لوب. طبعا انا عارف ان الاري عندي 10 ارقام. طيب لو انا مش عارف هو قد ايه، عادي لو هيكون عدده ان فهمشي من 0 لحد اصغر من ان، بس هنا انا عارف ان هم 10 فهمشي من 0 لحد اصغر من 10 والاي بلس بلس، وهقول ان الاس او السي مثلا بلس ايكوال الاي اوف اي، وطبعا السي ده انتجر فوق بزيرو. انا متعمد اغير الاسامي وريتيرن السي. دلوقتي لما رن مطلوب مني ادخل 10 ارقام، والاوتبوت هيبقى السميشن بتاعها مثلا من 1 ل 10، 55 صح؟ تمام تمام طيب لو انا بقى عايز الفانكشن تريتيرن فويد، يعني لو طلب منك نحل نفس المشكله دي بس الفانكشن تريتيرن فويد، بالتالي مفيش ريتيرن سي، وبالتالي مش هعرف ده. طيب اذا انا محتاج اعمل ايه؟ بدل ما انا هخلي الفانكشن تريتيرن انتجر، انا هبعت لها الانتجر اللي انا عاوز اغير قيمته كبارامتر كده مثلا الاس، بس هبعته باي ريفرنس، بحيث ان انا لما اجمع العناصر جوه الاس كمجموع تتغير قيمه الاس، ومسي اوت الاس يكون المجموع في الاس. طيب انا دلوقتي بعت الاس باي ريفرنس، اقول له هنا الاس بزيرو، ادي اول تغيير للاس، واقول له جمع بقى على الاس كل عناصر الاري، فكده قيمه الاس اتغيرت. وكمان المين هيحس بالتغيير ده. ليه هيحس بالتغيير؟ لان الاس مبعوته باي ريفرنس، لما سي اوت الاس هيطلع برده نفس المجموع. تعالوا نجرب، 1 2 3 4 11، تمام 55 بس. فكان قدامنا نحل المشكله دي بطريقتين، ان انا ريتيرن انتجر اللي هو مجموع، او ريتيرن فويد وابعت الاس باي ريفرنس. دي بسيطه، ممكن تجي لك تاسك عادي يقول لك انا عايز فانكشن لنفس الطريقه كده مثلا اسمها سولف، تاخد اري ومش هترتيرن السبمشن، بس عايز ان هي تجمع ارقام الاري يعني، وسي اوت فاريبل بالطريقه دي. فاحط له الحل ان انا ابعتها باي ريفرنس.
بس فيا رب يكون الفرق بين الباي ريفرنس والباي فاليو واضح. لو انا مثلا عندي فانكشن اسمها سام بتاخد مثلا انت اكس واي، هنا مثلا انت مثلا بيسمي الاكس والواي دول بارامترز، الاكس والواي دول بارامترز بتوع الفانكشن. طيب لما اجي بقى للمين مثلا عملت سي او اي وبي ومثلا هعمل لهم سي ان، لو قلت سي اوت السم بتاع الاي والبي بيسمي بقى الاي والبي دول ارجومنتس او مدخلات، دول اسمهم بارامترز ودول اسمهم ارجومنتس. تعالوا كده نبص على الفانكشن دي اسمها سولف، بتاخد اري ومفيش ريتيرن فويد، وبتعمل على الاري اوف 0 بلس بلس، بتزود على الاري اوف 0 واحد وبتزود على الاري اوف 1 2، يعني اول مكان بيزيد واحد وتاني مكان بيزيد 2. في المين عندي اري 10 ارقام، بسيء ان ال 10 ارقام وبقول له سولف الاي. اول ملحوظه عندي ان انا عشان ابعت الاري كارجمنت للفانكشن ببعته عن طريق ان انا بديها اسم الاري بس، فهنا اديتها اسم الاري اللي هو ايه وبس. بعد كده بعد ما اعمل سولف للاي ده بسيء اوت الاري. طيب المفروض ان انا مش باعت الاري باي ريفرنس، تعالوا نجرب نشوف ايه اللي هيحصل لما انا احط العشر قيم دول الاري اللي هم مثلا من 1 لـ10. لما جيت اعمل سي اوت الاري اول قيمه زادت 1 وتاني قيمه زادت 2، ده معناه ان الاري اتغير والمين حسب التغيير بالرغم ان انا باعت الاري او بالرغم ان انا مش عامل علامه الريفرنس. ده ليه حصل؟ لان الاري باي ديفولت بيتبعت باي ريفرنس. ليه؟ لان اسم الاري هو بوينتر على اول مكان في الاري، يعني اسم الاري هو الادرس بتاع اول مكان في الاري، فبالتالي انا كاني بالظبط باعت الادرس بتاع اول مكان، فكاني بالظبط باعت باي ريفرنس. فاي تغيير للاري جوه الفانكشن المين هيحس بيه، يعني الاري لوحده بيتبعت باي ريفرنس. بس كده، يا رب تكونوا استفدتوا. شكرا، السلام عليكم.